سهلا حللتم وسهلا وطئتم وزاد تشريفكم حفلنا إشراقا. اللهم لك الحمد، شعور لا يوصف، بالذات إذا شفت بعيون أبوك وأمك الفخر فيك. أول ما بلغتهم بدعوة الحفل الفرحة كانت لا توصف، فاللهم لك الحمد. بإذن الله راح نساهم في تطوير وطننا. والله كلام عميق، لو أقول ما راح أخلص، لكن الله يجعلنا إن شاء الله نافعين لهذا الوطن ويجعلنا عونا لقيادتنا ووطننا. أبشرك اليوم تخرجنا الحمد لله. مش ودك تقولين يا ماما؟ بالعكس أفتخر بيك، هي بنت أفتخر فيها الحمد لله والشكر. حضور أمي يعني شيء كبير جدا، يعني أنا ساعدني في حياتي جدا ودعمتني والحمد لله، ومعي دائما وأبدا، وحتى أهلي معي برضه، وأبوي وأمي وأختي رنيم حمودي، كل الناس بلا استثناء اللي دعموني وقفوا معي الحمد لله. يعني هذه الحمد لله أمي أنا فخور فيهم. بعد تعب وجهد لنا اللي بغينا الحمد لله، كلنا نحاول نحقق رؤية المملكة بقد ما نقدر بإذن الله. ما في أي أحد ما يتمنى ذا اليوم مع مرتبة الشرف، طبعا هذا ما جاء شيء بسهلات، الحمد لله يعني سعينا وطمحنا فوق الصعوبات والأيام اللي مرينا عليها، عمل ودراسة. أساسا من أهداف الدراسة والتخصص اللي أنا مختارة بحيث أن أكون لي بصمة في دعم رؤية 2030.